امرأة اخترقت عالم المال والأعمال في الجزائر من بابه الواسع بعد مسيرة حافلة بالعثرات التي استطاعت وبفضل قوة شخصيتها وإرادتها تجاوزها قصة نجاح سعيدة نغزة مع سوريا شعلال ومحمد بومجو نتابع التفاصيل بابتسامتها المعهودة وبخطى المرأة الواثقة من نفسها تستهل سعيدة نغزة يومها في عملها تتفقد العمال كعادتها <applause> تلخص مسيرة مثابرة كانت حكايتها تحمل في أولها عبق رائحة القهوة التي خطت بها عالم الشغل لتنتهي بها الآن إلى أول رئيسة باترونا في الجزائر بداية تعبت في تحميص القهوة يعني باش نشجع كل الشباب والشابات بديت بس يعني سبعة طن من القهوة والحمد لله يعني لحد الآن دوك راني يعني عندي مناجم وعندي مؤسسة ويعني نترأس على الكونفدرالية من أبيها ورثت تاتشر الجزائر أن الأحلام الكبيرة تحتاج إلى مثابرة وصبر وجلد وأن تحقيقها لا يتم بالأقوال بل يحتاج إلى تشمير السواعد أنا ملي كنت يعني صغيرة كنت حت يعني مع بابا الله يرحمه كنت دائما كلمتي تفوت معاه كنت يعني الشيء اللي يديروا نتبعوا حتى كي يخرج مع صحابه كنت صغيره نقعد معاه يعني المشاكل اللي كانوا في, في بكيت ما رقدتش ليالي لي مشاكل في الادارات واش نقول لك يعني ما نقولكش لحقت اليوم هكذا بسهوله كرمت مراه الاعمال الجزائريه في عده محطات كنا جميعا لخدمة هذا الوطن اتقانها لعملها جعلها جديره بذلك لما تشوف يعني تكون تكريم من عند مجاهدين ومجاهدات يعني لي يعني هذا شرف عظيم ونشكرهم 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 ونشكرهم, ونشكرهم. يعني والله صدقيني كنت اسعد امراه في العالم سعيده نغزه تفعلها اذا وتدون اسمها عاليا في عالم الاعمال المحلي والدولي لتكون مثالا حيا عن واحده من حرائر الجزائر التي دخلت السجل الاقتصادي من اوسع ابوابه. مشاهدينا للحديث اكثر عن سر نجاح السيده سعيده نغزه رئيسه الكونفدراليه الوطنيه للمؤسسات الجزائريه حاضره معنا في الاستوديو مساء الخير وكل عام وانت بألف خير. مساء الخير وكل عام وانت بخير. امين يا رب العالمين بدايه سيده سعيده نغزا كما شاهدنا في التقرير يعني هو ملخص نبدا عن الانجازات اللي قمت بها في مجال المال والاعمال بدايه هل لك ان تحدثينا عن بداياتك في هذا المجال يعني بين قوسين كان في السابق مجرد حكر على الرجال بزنس مان الان بزنس وومن <applause> شوفي والله انا يعني بديت وانا كان في عمري 25 سنه يعني بديت في تطحين القهوة، وأنا أفتخر بهذا لما نقولها يعني أنا أفتخر بها لأن يعني ربي فتح لي كل أبواب بهذا سبعة طنون يعني السبع طنون تاع قهوة. يعني كان في سبع أطنان. سبع أطنان تاع قهوة، وأنا نظن نقول لكل مرأة الجزائرية لازم تبدأ بمشروع صغير، م -م. يعني إلا حبت تنجح في حياتها ما لازمش تروح تقول نرجع كبيرة باش من يوم الأيام تزيد تعاود تطيح، أنا نظن لكل مرأة ولا أي شاب وشابة تبدأ بمشروع صغير. باذن الله بالعقل ما تفشل وتطيح تعاود لازم زيت تنوض لان انا يعني شخصيا يعني ما ما لحقتش اليوم وكامراه يعني راني في الكونفدراليه يعني فيها اول على رئاسه الباترونه اول امراه امراه في الجزائر فيها 38 ولايه أستني على يعني بحر الابيض فيها 19 بلد في البحر الابيض المتوسط يعني نظن هذه ماهيش بسهوله ولا لقيتها هكذاك واجده ودخلت عليها يعني انا كنت تسمعي واش كنت نقول أه، سهرت ليالي بكيت في لي شونتي أه، بعت دار نتاعي باش خلصت الخدامين بعت السياره تاعي داخل الشونتي كانت ساومتها باش خلصت الخدامين يعني ما نظنش اليوم نقول انا في داخل كنت يعني كبيره و... لا م -م -م. بديت صغيره لم تكن سهله سهله وحتى قبل يعني زوجتي الله يرحمه هو ساعدني كثير وانا يعني تزوجت صغيره يعني كنت نحكي من بعد كان في عمري 16 سنه لما تزوجت يعني سن صغير سن صغير وحتى الدراسه تاعي الزوج تاعي والله يرحمه هو اللي كملها لي <applause> يعني كان حتى هو يوصلني بالسياره باش نقرا <applause> كان السند فوالا يعني السند من عنده هو والله يرحمه قبل ما يتوفى يعني خمس سوايع قبل ما يتوفى يعني اعطاني نصائح قبل الوفاه تاعو <applause> يعني كنت ممكن كان ممكن بها تكملي هذا المشوار الحمد لله الحمد لله <تصفيق> حتى <تصفيق> بالاطفال يعني ربيتهم احسن تربيه يعني ما مع... واش نقول الحمد لله الحمد لله يا رب كما تحدثتي قلت بانه بدايه اي اي مشوار لن يكون بالامر سهل او الامر الهين احنا مؤخرا نشوفوا لما الواحد ياسس مشروع يعني بسرعه يحب انه يتحصل على المال بسرعه يحب انه يوصل الى درجات اخرى ومراحل اخرى يعني نصيحتك في هذا النقطة بالتحديد والله أنا نقول كل الشباب والشابات يعني هذو اللي عندهم مشاريع صغيرة يروحوا بلا قلبك يجيبوا ناس يعني يستشيروا بعض يعني الناس اللي عندهم خبره ذوي الخبره خبره يعني انا عده مرات يعني تمنيت لو كان الحكومه اللي دارت لونساج كانت ما تعطيهمش يعني اللي هكذاك تعطيهم دراهم ويخليهم يصرفوا بهم وحدهم انا لو كان جات في راي كان ياخذوا يعني شاب يعني خمسه ولا عشره من الشباب ويحطوا لهم واحد يعني اللي يكون عنده خبره خارج يعني كان عنده غتخات ويحطوا هما المسؤول على المشروع يعطيه كل واحد وحده ومن بعد يولي يعني هنا الشاب راح نمشي نعاونوا فيه راح نكسروه راح ندخلوه للسجن يعني هذا انا اللي ماهوش سند للشباب لان الشاب لما تعطيه انت 100 مليون ولا تعطيه مليار حتى مليار ما تجيش ديري به مشروع يعني مو ممكن لو حتى مصغر على ذكر المشاريع ما هو وي. أول مشروع قمت به؟ أنا هو أول مشروع تاعي اللي بديت من بعد القهوة درت أون 2000 يعني بعد المشروع القهوة. بعد المشروع درت لامبورطاسيون تاع ليموناد درت كوسميتيك درت حتى لي بنو كان عندي حتى شباب يعني ينجموا يشاهدوا بعد 15 شاب منا من الجزائر من شارع بلوزداد من شومور يعني الحومة تاعي بعتهم لألمانيا من تم هما اللي كانوا يعمروا لي بنو في لي كونتينر ويبعتوهم لي يعني نظن ما كانتش سهله لي انايا والحمد لله كان الشباب اللي معايا حتى اللي قعدوا في المان وراهم بالوثائق وتزوجوا عندهم اطفال في المانيا انا نظن نطلب من كل الشباب والشابات نقول لهم روحوا بالعقل <applause> يعني لما <تلك تصفيق> <خبر ما> تاخذوا <تاخدهم تصفيق> مشروع لازم يديروا دراسه عليها <applause> ويجيبوا الناس اللي يكون عندهم خبره لتعاونهم ما لازمش ياخذ مشروع وحده، يروح يشوف انسان يكون ديجا عنده ليكسبيريونس وتكون عنده الخبرة اللي طيب سيدة سعيدة، بداية أي مشوار أكيد لن يكون بالأمر الهين كما سبقتي يعني تطرقتي وقلتي، من كان يشجع في بداية مشوارك؟ تشجيع على غرار الوالد الله يرحمه، الزوج، هل يعني المحيط الزملاء كانوا سند لك في بعض الأوقات؟ والله أنا نظن مرة باش تنجح لازم يكون وراها راجل. انا ما نكذبش عليكم نقول لك ما انا اللي تقول مرأة نجحت وحدها بدون سند انا ما نظنش لان المراه لما تكونش عندها سند من الرجل ما تنجحش كيما الرجل كما عود السند عنده من امراه ما ينجمش ينجح <applause> كان يعني بعض الاصدقاء كان من العائله اللي كانوا يساعدوني يعني يعطوني كوراج كانوا مام حتى كي نفش ندخل عيانه ولا نقول صايي نحبس هذا المشروع وما نجيش ندخل ليه يعني يجيو يقولوا لي لا هذه الدنيا تطيحي وتنوضي. تنوضي اكيد هي سقوط ونو... وكما ولا. يقال العقبات في طريق اي مثابر تكون مؤشرات انه راح ينجح ولا. ان شاء الله في مشواره. طيب سيده كذلك سيده سعيده نغزه الفرق ما بين في رأيك انك اشتغلتي في مجال البزنس، الفرق ما بين سيدة اعمال وسيد اعمال ورجل اعمال. والله ما فيش فرق. صدقيني مم. انا تلقيت مع رجال اعمال في الخارج مم. يعني ما كانش عندنا فرق بين المراه والراجل لان دوك يعني رجال الاعمال حاليا عادوا يعرفوا راحوا للخارج وعادوا يسافروا وعندهم دي بارتنر يعني اترونجير عرفوا باللي المراه في الخارج كيف يعني ما عندهاش فرق بين المراه والراجل انا نظن حتى في الجزائر دوك ما عدناش نحسوا فرق بين المراه والرجل هل تعتقدي انه احيانا المراه تفوق على الرجل في بعض المشاريع نقدر نقول في بعض ال... <applause> أنا شفت كثير بعض النساء ناجحات أكثر من الرجال في كل ميدان النادى. والله باسكو المرأة عندها ثقة في نفسها عندها ثقة في نفسها وحتى لو عندها شيء ما تبينوش <applause> يعني تخليه ما تبينش أنا شفت حتى في عندكم في الصحافة يعني البنات أكثر من الرجال تروح الإدارة تلقى النساء يعني حتى وين تكون المرأة تلقى الإدارة تمشى خير يكون فيها راجل أنا ما نقولش باللي الراجل ماهوش يعني صح نقول المرأة يعني متفوقة على الرجل في كل ميدان في كل الميدان سيرتو نقولها اليوم باسكو 8 مارس حتى <applause> حتى حت... حت... ما يزعلوش يعني يكونش يزعل. ما يكونش في زعل ما يزعلوش من غرفة التحكيم حتى المخرج والزملاء قالوا بلي رايحين يختموا الساعة الإخبارية بدون رجال مش حتكون <applause> لا بدون رجال مستحيل نجمو ننجحوا أكيد أكيد أنا. يعني هو العنصر البشري كلانا يكمل الآخر في هذه الدنيا وي. هي سنة الحياة وي. طيب سيدة سعيدة نغزة ما هي الميزات اللي واجب توفرها في اي سيده اعمال شوفي والله تقدر يت... تقولي انه سيده اعمال تتميز بميزات خاصة عن مرأة عادية تشتغل في مجال معين عادي غير مجال الأعمال شوفي أنا كنت في عمري 16 سنة كنت في البيت لما تزوجت ما نعرف والو ما أنا ما, ما عندي حتى خبرة ولا يعني كنت نشوف الزوج تاعي كيفاه كان يدير نسمع ما كنتش أنا فيا كنت صغيرة ما نحبش نهضر تسمى نسمع ونسجل وما نظنش كاين فرق بين المرأة المرأة كانت تكون في بيتها تجي تخرج تاخذ أي مشروع مهم. حتى مشروع نقولوا حتى بسيط حتى كان باصل مشروع بسيط أي مشروع ما يهمش تكون لا في مقاولة ولا مناجم ولا مهم. تكون يعني تبدا بمشروع صغير حتى ولو كانت دير حتى لا باتيسخي مهم. باتيسخي أنا شفتهم نعطيك ناجحات الله يبارك يعني محلات, محلات و... كبيرة وناجحين فيها وبداوا صغار أنا, من... أنا نظن ما كان أي امرأة أو راجل بدا بمشاريع كبرى مهم. كلهم بداوا مشاريع صغرى اللي نجحوا فيها يعني كانت عندهم ثقه في النفس اكيد هي الثقه اساس النجاح تخل. هل تعتقد بانه الصرامه في اخذ القرارات كذلك مفتاح النجاح اي سيده اعمال انا نظن نهض على نفسي يعني مم. كنت لما أخ... كتجربتك الخاصه كتجربه الخاصه كنت كي ناخذ قرار ما نحبش حتى واحد يعطيني رايو تما اذا خديت قرار يعني ما نرجعش للور حتى ولو كان نخسر فيه يعني نتحمل المسؤوليه اكيد يعني القرار لا رجعة منه لا رجعة من. طيب سؤال اخر سيدة سعيدة نغزة هل تعتقدي بأن اليوم اصبحنا نشهد انه المرأة اصبحت كما قلتي تفوق في كثير من المشاريع على غرار يعني الاعمال اللي تقوم بها طيب السيدة سعيدة نغزة المشاريع اللي تستهويك اكثر مستقبلا شوفي يعني انا نتمنى ان شاء الله نكمل اياماتي يعني إن شاء الله. آه في الفلاحة يعني تمنيت ناخذ اراضي وندير فيها الفلاحة يعني هذا هو الأمنية نتاعي من اللي كنت صغيرة تمنيتها حتى كي كنت صغيره كنت كنروح لبلاد القبائل غرست لي يعني المقارون غرستها الله يرحمه بابا جا ما قاليش بلي المقارون ما نغرسوهاش انا غرست المقارون ممكن تقنيه جديده طيب كنت تعتقدي في صغرك ولا في حتى في مسيرتك في مجال الاعمال والاعمال انك تلحقي لهذه الدرجه على حسب اطلاع على سيرتك الذاتيه انك فزتي برئاسه لجنه النساء في الاتحاد المتوسط لرجال الاعمال بزنس ماد حيث تم انتخابك من طرف اعضاء الجمعيه العامه للاتحاد وغيرها من التكريمات يعني اللي تحصلتي عليها، كان في ذهنك انك توصلي لهذه المرحلة؟ لما دخلت انا الباترونا دخلت اون أه 2000 مع الحاج يوسفي أه لما دخلت دخلت كوب اديرونت، كانوا عندي مشاكل يعني في الشركة تاعي وقالوا لي لازم يعني تدخلي الباترونا باش تنضمي المنظمة باش يعاونوك. أه بديت يعني كنت خايفة أه بالعقل بالعقل يعني السيد يوسفي وكان السكرتير جينيرال مي قالت لي هما اللي كانوا يدفعوا فيها يعني باش نتكلم باش ندافع على الحقوق نتاعي كنت آه اديرونت مده عام ومن بعد داروا فيها ثقه اعطوني بريزيدنت ولايه دارج يعني تاع الولايه تاع الجزائر كنت انا هي الرئيسه فيها عامين من بعد نصبوني يعني كانوا فيها كل لي بريزيدونت ولايه كانوا حاضرين وانتخبوا عليا فيس بريزيدونت ناسيونال الحمد لله الحمد يعني كانت مساعده كلها مريجه كنت الوحيده في المنظمه تاعنا كإمرأة وعنى من 2014 انا يعني خديت قرارات باش ندخل كل النساء معنا الحمد لله اكيد طيب سيده سعيده نغزه بعيدا عن المال والاعمال سعيده ربة البيت كيف هي والله سعيده ام هل الوقت يسمح يسمح لي وقت يعني عندي وقت لاولادي عندي وقت يعني حتى نطيب الماكله تاعي بيدي ما عنديش وحده اخرى طيبها لي حتى اولادي لو كان طيب لهم وحده اخرى ما ياكلوهاش يعني امراه عاديه ككل امراه في البيت إنه الكثير لما يقول سيدة اعمال يقول ما عندهاش الوقت ممكن انه الاجنده مملوءة بين السفر وبين المشاريع البيت ما محله من الاعراب شوفي ندخل البيت تاعي نوجد يعني الاكل بيد اولادي عندي نعطي وقت لاولادي باش نحنن عليهم يعني انا نظن عايشه ككل امراه ما عندي ما كانش فرق في قبيل. وظيفه معينه معينه مم. حتى لما نسافر قبل ما نسافر نوجد الاكل تاعي ونحطه في الكونجيلاتور كي نكون غايبه يعني عندي ولادي وش ياكلوا يعني عندي جو شي بيان اورغانيزي هل تعتقدي بانه التنظيم هو الواحد لما يكون منظم ومفتح هو مفتاح نجاحه في اي شيء هو مفتاح نجاح لما الانسان يكون منظم ولازم ما ماشي اليوم وليت امراه يعني معروفه ولا يعني دخلت منظمه ولا رئيسه راح نخلي ولادي بالعكس انا يعني حاجه اللي عايشه لها كل هي اولادي ان شاء الله كما يقول ربي يخليهم لك طيب السيده سعيده نغزه نصيحتك الاخيره لكل لم يشاهدوا فينا كل إمرأة طموحة تحب إنها تبدأ مشروعها الخاص تشق طريقها نصيحتك لها في بداية مشوارها خاصة نعرف البداية هي اللي تكون محفوفة بالمخاطر والعراقيل شوفنا نطلب من كل المرأة كل المرأة الجزائرية نقولها ما لازمش تخاف لازم يعني تبدا صغيره باش اليوم الايام تكبر انا نقول لهم شوفوا يعني سعيده نغزه مه. وشوفوا كيف منين بدات ومن لحقت مه. انا نظن على بالي كل المراه الجزائريه والشابات الجزائريين هما مستقبل الجزائر وان شاء الله يكونوا هما تاني ندخلوا هذه الازمه اللي رانا فيها كلنا نتحدوا مه. كل النساء حتى لو كان يطيب الكسره وتخرجها تبيعها انا نقولها نفتخر بها لانها يعني عمل شريف تساهم ولو بالقليل تساهم حتى بالقليل حتى ولو كانت تخبز كسره وتبيعها يعني انا نظن هذه مساعده للجزائريين اكيد ان شاء الله وانا نظن نشكر اليوم نقول عيد مبارك لكل نساء العالم وخاصه الجزائريات وما ننساش نساء فلسطين أكيد. نساء سوريا والصحراويين وكل يعني نساء العربيه العرب السيدة سعيدة نغزة رئيسة الكونفدراليه الوطنية للمؤسسات الجزائرية سعدنا كثير بلقائك وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح بإذن الله إن شاء الله إن شاء شكرا. شكرا لك شكرا.